تعتزم المعارضة الجزائرية طرح خطة لتنظيم الانتخابات الرئاسية خلال 6 أشهر وإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات وإطلاق دعوة للحوار الوطني. وبحسب الوثيقة التي كشفت وسائل إعلام جزائرية، فإن المعارضة تستغني عن بعض النقاط الخلافية، وهي استبدال رئيس الدولة الحالي بشخصية مقبولة وفق الإجراءات الدستورية، واستبدال الحكومة الحالية المرفوضة شعبيا بحكومة توافقية مقبولة. كما وتم الاستغناء عن عبارة استبعاد كل رموز النظام السابق المتورطة في الفساد والمرفوضة شعبيا، ومصطلح الفترة المؤقتة الجدلي وتعويضه بالفترة الممهدة للانتخابات. وخارطة طريق المعارضة تبدو في شكلها متقاربة مع خريطة الطريق التي أعلنها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، وتشترك في نقاط مع طرح السلطة المتمسك بمبدأ الحوار وإجراء انتخابات رئاسية في أقرب وقت للخروج من الأزمة ورفض المرحلة الانتقالية التأسيسية.